هيا السلام عليكم الجماعة الكل. كما وعدتكم المرة اللي فات عملنا المرة اللي فات une comparaison entre deux amplificateurs وحبينا نشوفوا شنو la différence ما بيناتهم. المرة هذه كما وعدتكم عملت un comparatif entre deux paires d'enceintes. اللي ما تفرجش المرة اللي فات في الفيديو نتاع المرة اللي فاتت تو يلقاها في اللين نتاعها في البارتي كومونتير ولا تلقاوها من فوق فوق لانونس تو نحاول باش نحطها فوق لانونس وفي الكومونتير جيست كليكي معناتها على اللين هذاك تخرج لك الفيديو القديمة. بالنسبة للعباد إذا كان فما شكون قاعد ما تفرجش فيها اليوم اخترنا اون دو دو بلوتو دو بير دونسانت روعة حلوين ياسر من لي بريفيري نتاعي معناتها اللي انا توا معناتها عندي مده نسمع فيهم ونعرفهم بالكدا بالكدا ونحبهم برشا اللي هما عندنا لي جامو 704 من اعز معامل جامو وعندنا زادا كيما تشوفوا لي تانوي ستارفورد سيلفر فما سيلفر فما الجولد هذوما السيلفر هذوما اللي جامو اللي سامحوني اللي تانوي عندهم عندي توا من عام قداش عندهم مدة عندهم يمكن فوق 7 سنين هكاك أكثر من 7 سنين واللي جامو عندهم زادة مديدة نسمع بيهم محترمة بالكدا واللي دو بيغ هذوما اللي هما دي بيبليو بيبليو تحب تسميهم بيبليو ولا نجم تسميهم دي زونسانت تو سامبلومون من الكاتيجوري الكبار معناتها اللي حتى في حتى في الفوليوم قويين معناتها حتى كي نحكيو اون وات سون بويسون معناتها اوت فيديليتي تري بون كاليتي وفي في في الصوت نتاعهم زاد قويين بالكدا يستحقوا تنجم يخدموا ان سامبل امبليفيكاتور دو 50 وات ولا 40 وات كيما زاد ينجموا يخدموا بان امبليفيكاتور اسي بويسون نقولوا نتاع 100 وات فهمت اليوم اخترنا حاجه قويه ان امبليفيكاتور بور لي زاليمونتي زوز واللي انا عندي ثقه فيه بالكدا ونعرفه بالكدا بالكدا الامبليفيكاتور هذايا سي لو 508 باش نحاول نزوم عليه باهي سي لو 508 ا يو 417 يعطينا 65 وات بار كانال مي نحكيو على 65 وات صحاح راه معناتها سي وحش هذا مش امبليفيكاتور معناتها امبلي يوزن فوق 30 كيلو حاجه معناتها روعه راهو 65 وات في اللي فيه راهم يتسموا حاجه كبيره للناس اللي ما تعرفش للناس اللي معناتها اللي تعرف ديجا يعرف الموضوع هذا باهي اخترنا هالامبليفيكاتور هذايا اللي هو سي معناتها حاجه اوت جام في سانسوي من اعز معامل سانسوي في البريود اللي كانت سانسوي تخدم في حاجات طياره برشا اخترنا لي دو بيغ هذوما اخترنا موسيقى حلوه برشا برشا ناس تو استانست بيا ديما نجرب بيها خاطر انا مستانس بيها الموسيقى هذه معناتها بتاع داير ستريت ونعرف معناتها حافظها بلوز او موان نفيق اذا كان فما دي ديفيرونس في اي نوت معينه نفيق بها اونتر لي زونسانت وننصح زاد العباد اللي يحب يجرب ديما باش يمشي يشري دي زونسانت يجيب موسيقته معاه اللي حافظها اللي مستانس بها ما يسمعش موسيقى جديده عند العبد يحاول باش يجيب موسيقته معاه فهمني واذا كان عنده سيد معناتها نفس الموسيقى علاش لا يحاول يجيب موسيقته معاه خاطر الموسيقى تلقاه مستانس بها وديما يسمعها يفيق اذا كان فما دي ديفو ولا فما حاجات ناقصين يفيق بهم بلو فاسيلمون الوغ نتوكلوا على ربي نبداو بالغنايه الاولى نبداو سامحوني نبداو بالبير دونسانت الاولى اللي هي لي جامو 704 Come around.
نسيت شو نقول حاجة في أول فيديو. كالعادة بربي كي تجيب شو اسمع حط الكاسك في وذنيك معناتها تليفونك البوق نتاع التليفون راه ما يسمعش بالكدا وما يعطيكش كاليتي صون باهية وما تنجمش تعرف بيه الفرق بين لي زونساند معناتها باش تسمع بالكدا وباش تنجم تحكم معناتها بالصحيح هو مش بالصحيح 100% خاطر مش كيما باش تسمع بحذايا ولا منك ليهم لي بافل كيما باش تسمع من انغوجيسترومون ديجا من ميكرو نتاع التليفون معناتها ديجا هذاك يطيح الكاليتي ل 50% فهمت مي كوم نجم نعرفوا شوي اذا كان نحطوا كاسك ولا نبرانشيو التليفون نتاعنا مع دي زونسانت اكتيف ولا مع اي حاجه معناتها مع امبليفيكاتور كالعاده ولا حاجه نجم نعرفوا نسمع الموسيقى بالكدا. الكومباراتيف نتاعنا اليوم وفيه لهنا ان شاء الله يكون عجبكم. كالعاده نستنى منكم دي كومونتير ودي دي جيم لايك وكومونتير وكل شيء باش انا نتشجع ونزيد نعمل دي فيديو اخرين وصافي بليزير معناتها للناس اللي ديجا ديما يتبعوا فيا ويعملوا لي في الجيم راني نعرفكم واحد واحد ونشكركم برشا 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 والله العظيم وغراس افو انا قاعد نكمل ونخدم في الخدمه هذه سينو راني علقت صبات عندي مده. يعطيكم الصحه وبارك الله فيكم ونستنى لي كومونتير نتاعكم ونستنى لي زافي نتاعكم. اي باي باي.